سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انواع الحلوى العمانيه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله مكان اللحوم المشويه وهذه الذبائح العمانيه ما شاء الله وهنا التجهيز والطبخ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام المقدد لحم الحاشي مقلقل حاشي وإدام حاشي وهذا العيش ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله هذا الغداء جاهز ربع ذبيحة مشاوي باقي الإدامات ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله سبحان الله العلي العظيم ما شاء الله تبارك الله لقطة من عين صحلنوت بمدينة صلالة اليوم السادس عشر من شهر محرم 1444 ما شاء الله تبارك الله لقطة من منتزه عين رزات في صلالة
السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.